مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في القراءة العامة. هذه القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. الطاقة العامة اللي أحب أذكرها لكم إن في شيء أنتوا تنتظرونه من فترة أو سمعتوا عنه خبر، ولكن لحد الآن هذا الشيء ما وصل. أوكي، هذه الفرصة سمعتوا أو بشركم أحد فيه ولكن ما صار لحد الآن. إن شاء الله خلال شهر راح يتثبت هذا الشيء، إما إذا كان حمل بالنسبة لبعضكم، زيادة أو ترقية في الوظيفة، زواج كان شوي تمرون بصعوبة عشان تحققون ارتباط معين. أوكي، لا تكذبون الخبر اللي سمعتوه، الخبر صحيح وإنما شوية راح ياخذ وقت عشان يمشي في الإجراءات. لما نشوف هذا الكارت يقول لك يعني لا تتساءل وايد، لا تتساءل وتخاف وتقلق. هذا الكارت عكس طاقة القلق، وعندنا هني ترى طاقة القلق لأن عندك 9 السيوف. أوكي، لما تظل وايد مستعيل على أن الشيء يوصل عندك، عندنا هني الحمامة، أن الشيء وصلك الخبر، وصلك النداء، بنادونك. أوكي، بس أنت حين مستعيل على متى راح يتم الشيء. لا تقلق، لا يهمك وايد التوقيت ومتى، إنزين، لأن الشيء قادم في طريقك. هني عندنا مثل البيضة، البيضة مو على كيفنا تفقس في الوقت اللي احنا نبيه، ساعات تاخذ اكثر من اللازم. زين، فشن الموضوع شويه بيطول عندك شويه. وصلك الخبر او راح تسمع في وقت، هني في وقت زمني فتشة ما بين انت متى تسمع الخبر، تاتيك البشاره، ومتى فعلا يتحقق الشيء. يمكن الحين صار لك شهر شهرين تعمل على هاي الموضوع. زين، عندك هني نوع من القلق، خايف ان الموضوع يطول فانت تفكر انه ما راح يصير، لان مع الخماسي الاول الايسس كلهم ما يكذبون. لما نشوف الخماسي الاول او السيف الاول معناته شيء ثابت، شيء تعتمد عليه. احس هني وايد طاقة، مو بس زواج، تحقيق امنية جدا راح ترفعك الى مستوى ثاني، مستوى وايد افضل، ابجريد في الحياة بشكل عام. الابجريد هو ترقية في الحياة بشكل عام، يعني لو كان حمل أو زواج أو ارتباط أو وظيفة أو حتى ترقية راح تأثر على كل جوانب حياتك، مثل الدومينو، من تطيح واحدة كلهم يطيحون مع بعض، فكل جوانب حياتك راح ترتفع مع بعض لما يصير هذا الشيء. وهو الشيء ترى قادم في الطريق، لا تحاتي، قادم، لأن أيس طاقة الأرض يعتمد عليه، ولكن تعرفون كلكم طاقة الأرض تتأخر أكثر. إحنا لما تشوف برج هوائي الأبراج الهوائية أسرع، يتوقعون الشيء أسرع وعندهم طاقة صبر أقل، ولكن الطاقة الأرضية تأخذ وقت أطول، مثل الخبر اللي أنت تنتظره. أوكي، ولكن لما إيه عندك اتأكد منه، لما سمعت عنه خبر اتأكد أنه راح يصير، فتهني شوي بس أطلع من طاقة الشك. لما يبتدي الشيء يتحقق وتشوفه على أرض الواقع، لأن عندنا هني كارت هاير باور. أوكي، أحس إن حتى طريقة ليش قاعد هني يتأخر شوية الموضوع، لأن في طريقة فيها جدا برستيج. أوكي، شلون يبون يوصلون لك الموضوع، ما يبون يوصلون لك الموضوع بطريقة عادية، يبون يقعدونك في مكان مناسب في وقت مناسب. أوكي، وحسسونك إن وقع الاختيار عليك في جلسة محترمة كذي، يقولوا لك مثلا إحنا اخترناك حق هاي الوظيفة، أو مثل ما تعرف اخترناك حق هالوظيفة بس نبيك تقعد تتكلم مع المدير العام، المدير صاحب المنصب، أو اخترناك، يبون القعدة تكون رسمية ويقولك مثلا اخترناك أو وافقنا أن أنت تكون، أن تكون في شراكة بينك وبين شخص ثاني. أوكي، هني مجرد مسألة ترتيب الرسميات. الهاير باور يتكلم عن القوة، أحس هني بالنسبة لك أنت البرستيج. الأشخاص هني اللي يبون يعطونك هاي الخماسي الأول، سواء كان زيادة في الراتب أو ترقية في المنصب أو الزواج، يبون يعطونك إياه بطريقة زفة الخبر أو تأكيد الخبر يكون في مكان رسمي، في مكان راقي، ترتيب. يمكن هاي الأشخاص لحد الآن مشغولين، عشان كذي لحد الآن ما سمعت منهم خبر. عندنا هني اللي يوضح طاقة الأسبوع، ملك، سوري، فارس النار، فارس الأغصان، وأيضا الشمس. مو كفاية ان راح يقعدونك في قعدة رسمية ويحرصون ان انت يوصلك الخبر وتفهم، يبون يفهمونك هاي الاشخاص اللي هم مسؤولين عن هاي الخبر
أو هاي الترقية في حياتك يبون يفهمونك إن أنت جدا مميز بالنسبة لهم، إن هاي الفرصة ما يعطونها أي أحد، وإن أنت فعلا محط ثقتهم. السنة هني وايد أشوفها احتمال مو بس للزواج، زواج مع حمل، زواج مربوط بحمل، أوكي؟ أو حتى لو كان في الوظيفة يكون نجاح، ولكن نجاح معلن فيه طاقة الإعلان. الشمس كارت برج الأسد عندنا هني طاقتين ناريتين خلال الأسبوع الثاني، اللي أحس أنه راح يصير أنه مثلا ينتقون بالضبط وقت ومكان وزمان وطريقة يقررون فيها أنه يعلنون أن أنت اللي وقع عليك الاختيار في الأسبوع الثاني. قاعدين يرتبون لأن يبون يجمعون أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعنيين، الأهل إذا كان زواج، الموظفين وزملائك في العمل إذا كان ترقية يمكن راح يحتفلون حتى بشيء معين. يبون هني يرتبون طريقة احتفالهم بخبر زواج، بخبر حمل، أوكي؟ وهاي الخبر ترى موجه لك أنت، أنت راح تكون الطرف فيه. عندنا الشمس، تعرف هاي اللحظة اللي كل الأشخاص يصفقون لك ويعرفونك على أهم شخص في المكان، المدير العام، الرئيس التنفيذي، عندك هاي النوع من الطاقة. أنت لحد الآن عندك الفارس، الفارس يحسسني مع أنك تحس أن باقي أمامك وايد، ولكن ليش أقول لك هذا الأفكت أو هذه القفزة راح تأثر على كل حياتك؟ دام راح يعرفونك على هاي الشخص المهم، الشخص اللي يعتبر كبير القوم، كبير المكان، خلاص بعدين من هني الأمور راح تسهل عندك. واضح من القراءة من الأسبوع الثالث الرابع الأمور راح تسهل عندك، لأن هاي الشخص دائما راح يكون عينه عليك، أوكي؟ راح دائما يكون يهم أيضا أن أنت تكون مرتاح في هاي المكان، مرتاح في هاي الزواج. فلو حسيت أن في أي شيء أنت حاطة في بالك ومتأخر عليك، لأن الترتيبات اللي خلف الكواليس قاعدة تصير وتبي تصير عشانك بأحسن شكل ممكن. يعني لو كانت حتى مثلا سفرة طيارة، ما يبون يسفرونك بشكل عادي أو في أي يوم وتكون الأمور مكركبة، يبون يسفرونك بترتيب في درجة يمكن حتى مو سياحية، درجة بزنس، أوكي؟ يكون في أحسن استقبال يستقبلك، يرشدونك لما أنت توصل للدولة الفلانية. ترتيبات هني، ترتيبات وايد قاعدة تصير خلف الكواليس لحد نص الشهر. عندنا الأسبوع الثالث بويزد. أحس هذه هي اللحظة اللي أنت تتوقع فيها، ما أدري ليش جايين هني إحساس التوقيع. أتوقع إما على عقد الزواج، على موافقتك. الأسبوع الثالث يتطلب منك أن أنت تظهر موافقتك على هذا الشيء اللي يعرضونه عليك. أنت متأكد أصلا أنك موافق، ولكن كأنه مهما هني يسألونك كذي بشكل رسمي عشان تبدي موافقتك. إنزين، ومع هذا الكرت 10 الأغصان والفول. وأقول لك شغلة يا برج الجوزاء، راح يوضحون لك هاي الأشخاص أو تجري معاهم نوع من الحديث في الأسبوع الثالث أن هذا الشيء اللي أنت مقبل عليه، وإن كان في وايد امتياز مادي، امتياز أن أنت يسطع نجمك، تبين أكثر في عيون الأشخاص المهمين في المجال، في فرصة أفضل بكثير أن أنت تثبت نفسك، تتنقل بين الوظائف، ترتقي، تتزوج شخص أفضل، أوكي؟ أفضل يعني يرفعك حتى في المستوى الاجتماعي. ولكن أيضا راح يجرون معاك نوع من الحديث عشان يتأكدون أنك poised. poised اللي هو نوع من الثبات، إذا بتلاحظوا الصورة يبون يتأكدون أن أنت ثابت وأن أنت فعلا تبي هذا الشيء. فخلال ثالث أسبوع شوية أظهر أنك متمسك بهذه الفرصة اللي أمامك، لأنهم يحسون أنهم حمل ثقيل، خايفين أن أنت شوية ما راح تقدر تشيله، أو خايفين أنه يتعبك، خايفين أنه يتعبك. لو كان حمل يخافون أن الحمل يتعبك، لو كان زواج خايفين أن أنت مثلا ما تقدر تتأقلم على الأسرة الجديدة، لو كان وظيفة وزيادة في الراتب وترقية يخافون أن أنت المسؤوليات الجديدة راح تتعبك. فخلال ثالث أسبوع هني راح تضطر أو راح تكون أنت محتاج تبين لهم أن كل هاي الأمور سهلة عليك. عندنا كرت رقم 0 الفول، الفول اللي دائما يكون مستعد يبتدي من الصفر. انا صح اجتهدت قبل، ولكن لحد الان انا المستعد اني ارجع من الصفر وابني من الصفر، لان كنا هاي العرض الجديد راح ياخذك الى
مكان جديد، مو شرط فقط جسديا ولكن حتى من ناحية اجتهادك، راح تضطر تظهر نوع ثاني أو جزء ثاني من شخصيتك، جزء فيه مرونة ترى، جزء فيه إبراز لآرائك أكثر، لأن محتاج يعني ما تكون وايد مخفي عن العيان، محتاج تظهر أكثر، تكون واضح. أوكي، تكون لك موقف، الفول يكون لك موقف زيادة، وتكون واضح في كلامك. اختار خلال الأسبوع الثالث في الحديث معاهم مفردات تبين أن أنت فاهم الوضع اللي مقبل عليه ومستعد، مستعد تشيل هاي المسؤولية. أوكي، الأسبوع الرابع عندك بلاست، هذا الأسبوع هو الأسبوع اللي خلاص تبتدي تستلم فيه الشيء اللي أنت لطالما انتظرته، لأن هذا كارت المنعم أو النعمة، معاه ثلاثة السيوف وملكة السيوف. أحس هني في ثلاثة السيوف كل الناس، ما بقول لك هني الأشخاص المهمين، لا، أقرانك، الأصدقاء، أخوتك في البيت، أهلك يمكن، أوكي، الأشخاص اللي في سنك اللي وضعهم مقارب لوضعك راح يطالعونك وكأنما يعضون أصابعهم غيرة حسدا، إن شلون فلان قدر يحصل بين يوم وليلة، وليش فلان اختاروه، ليش فلان اختاروه حق هاي الوظيفة، وش معنى فلان ما صار له وقت طويل في هاي الشركة، ما صار له وقت طويل متعرفين عليه بسرعة اختاروه حق هاي المهمة. اوكي، في نوع من الغيرة، من الحسد، كأنما يحاولون حتى ان يوقفون عنك الخير اللي انت قاعد تستلمه، هم ما يشوفون الشغل اللي انت اشتغلته والاجتهاد اللي انت اجتهدته، نوع من الغيرة، نوع من ان يحسسونك كان هني كان يبون بس حتى يوصلون لك فكرة ان انت حصلت على هذا الشيء مو بسبب اجتهادك، وانما بسبب لانك شخص مفضل عند صناع القرار. اوكي، لان انت حاولت ان تستميلهم. عندنا هني ملكة السيوف، ملكة السيوف كأن تتابع لهاي الطاقة اللي انا قلت لك عنها، طاقة محتاج انك تقف وقفة مواجهة في امور تتطلب منا المرونة، ولكن شوف العائلة اللي انت مقبل عليها، الوظيفة، الفرصة اللي انت مقبل فيها، يبون يرون منك معدن ملكة السيوف، شخص ما يخاف يواجه، شخص ما يخاف ينتقي كلامه بشكل احترافي، ما فيه عاطفة، فيه مواجهة منطقية. انا حصلت لاني اجتهدت، لاني صبرت، وتذكر بالضبط صبرت يمكن 3 سنوات حاولت كذا مرة، وتذكر محاولاتك اللي انت فشلت فيها او ما قدرت تحصلها قبل، ولكن من صبر نال. الحديث يتغير من حديث انا قادر اسوي او قادر اشيل هالمسؤولية في الاسبوع الثالث الى الاسبوع الرابع، حديث انا حصلت، ما بقول لك تبرر نفسك، ولكن تذكرهم ان التذكرة تدفع المؤمنين، تذكرهم ليش انت قاعد تحصل هذا الشيء، لان انت صبرت. ملكة السيوف دائما يسمونها الملكة الارملة او الملكة المطلقة، الملكة اللي رأت الكثير من الظلام في حياتها، عشان كذي الحين صارت ملكة. ما صارت ملكة لأنها جمعت الكثير، أو لأن أحد شافها جميلة وأعجب فيها وبعدين عطوها المنصب، لا، مبني على سنين من الخبرة والتحمل والاجتهاد. هذا نوعية الحديث، لازم يتغير صوتك ونبرتك، من نبرة هني النبرة موجهة الأشخاص اللي راح يختارونك، إلى هني النبرة تكون موجهة حق الأشخاص اللي يقولون إيش معنى برج الجوزاء عطوا هاي المنصب، إيش معنى برج الجوزاء وافقة، ومثلا لو كان في زواج هني معارضة إن يصير في زواج مثلا من قبائل مختلفة أو دول مختلفة، إيش معنى هذا، لين الأهل كانوا رافضين، إيش معنى الحين وافقوا على هذا الشخص مع أنه هو أصلا من دولة أو دين أو مكان مختلف، عرفت هاي النوع. فأنت لازم تقف وقفة ملكة السيوف وتوضح لهم الأسباب المنطقية. نشوف هنا طاقة الحيوان خلال شهر أكتوبر. الأخطبوط، الأخطبوط عنصر مائي، كأنما هذا تحذير لك. دائما يتكلمون عن الأخطبوط أنه يملك الكثير من الإبداع، ولكن شيء واحد فقط لا يفلت منك عشان ما يتغير مسار هاي القراءة الجميلة، عواطفك.
عواطفك لا تفلت منك. أعرف هني إن أنا أتكلم مع شخص من برج الجوزاء صبر وايد والحين صار يستحق ملكة، وصلت إلى هذا الشيء أو وصل إلى هذا الشيء بجهده، مو باعتماده على حسبه ونسبه والواسطة وغيره وغيره. أوكي صبر وايد، مو مشكلتكم أنتم ما شفتوا إنه هو يصبر وهو قاعد يجتهد. الشيء الوحيد اللي إذا أفلت منك ممكن يغير مسار هاي القراءة وهو عواطفك. طاقة سيوف كأنما قاعدة تشجعك إن أنت ظل في طاقة العقل، طاقة أني أتناقش معاكم بدون ما أعصب، بدون ما أسبكم، بدون ما أختار ألفاظ غير لائقة. أوكي لا تتمكن منك طاقة الماء، دائما يصفون الأخطبوط اللي هو ما يعرف يحط حدود. مو قلت لك هني كأنما أحس طاقة، ليش كان عندك فارس؟ فارس يصير ملكة، خصوصا إذا كان ترقية في الحياة بشكل عام راح ترفعك من فارس إلى ملكة. أوكي وهذا هو الترتيب في التارو، فارس إلى ملكة إلى ملك، بيج بعدين نايت بعدين كوين بعدين كينج. أنت لازم تستوعب بعد شيء، إن هذه الترقية تأتي مع نوع من المسؤولية، المسؤولية مو فقط تجاه الآخرين، أنت لازم تغير نبرتك، لازم تتصرف شوي بقيادية أكثر، واضح أكثر، أوكي؟ ما يصير دائما تكون مرن مع الآخرين، محتاج شوية تظهر من الجانب الصارم منك، جانب القيادي، لأن أنت قاعد هني تتسلق هرم وقاعد في صعود، فهم هني يبون هاي الأشخاص يشوفون منك الجانب القوي، الجانب اللي عنده مسؤولية، الجانب اللي ما يخاف إنه ياخذ قرارات صارمة، قرارات سريعة، قرارات فيها نوع من المواجهة. أوكي عزيزي برج الجوزاء، هذه كانت